من بعد طول الغياب اللي كانت تحس بسفر بعاشر محرم تركها وعود بخامس صفر بعاشر محرم تركها وعود بخامس صفر شافته ودار الحوار البيت ناغوا للسحر هي تحكي من جفنها وهو يحكي من النحر واضحة واضح من بعد طول الغياب اللي كانت تحس بسفر بعاشر محرم تركها وعود بخامس صفر شابته ودار الحوار البيت ناغوا للسحر هي تحكي من جفنهم هو يحكي من النحر عاش من شافك يا ابويا تقول عاش من شافك يا ابويا وقرت عيونه بسلام ابو علي نظرة بالعمر ها عاش من شافك يا ابويا وقرت عيونه بسلام ايش قد كلامه وياكلي وهسه حلى وقت الكلام شنو تريد تقول رقية لو كنت ادري يا ابويا راح اشوفك بالمنام لو كنت ادري يا ابويا راح اشوفك بالمنام شات غطيت بعباتي وعلى ظهر الناقنام هلا بيت لازم اسمعك اياها قبل لا تلقم على وجهك بيها عاش من شافك يا ابويا وقرت عيونه بسلام شقد كلام وياكلي وهسه حلى وحد الكلام لو كنت ادري يا ابويا لو كنت ادري يا ابويا راح اشوفك بالمنام شات غطيت بعباتي وعلى ظهر الناقة نام من عقب سهر الليالي من بعد طول انتظار تقابلت تالي ويا ابوها بلحظة قبل الاحتضار تخيل الراس بحضنها وهي بيديها الصغار تخيل الراس بحضنها هي بيديها الصغار من على جبهة ابوها تمسح الدم الغبار بهالوضع قامت تسولف بنت بلسان الدمع سكت لن صوت الدموع شماع ما يمسمع بعد هالمقطع على طول اريد الشباب ياخذون راحتهم عطني بس الضوء احمر بهالوضع قامت تسولف بنت بلسان الدمع سكت لن صوت الدموع شماع ما يمسمع شابت الراس بيديها وحاني عليه طلع يا زهراء صح ونادي يا زهرة صح ونادي وامه صح ونادي وامه شابك الراس بيديها
وحاني عليها الضلع خلي شفتها على نحر وماتت بهذا الوضع. Same.